يبدو أن حرب التصريحات ما زالت متواصلة ساعات قبل المباراة. سامويل إيتو واصل حضوره لقويمة منتخب بلاده. في آخر ظهور ليما المنتخب طلب من الأسود الغير مروضة تخوض مباراة مصر على أساس مباراة حرب، وأضاف أنه يستحيل يقبل أي سيناريو غير الترشح والتأهل للنهائي. Vous ne pouvez pas laisser l'occasion que vous avez pour voir cette lumière. Impossible. Impossible. تصريحات وصل صداها للإعلام المصري اللي ما راقلوش كلام النجم الكاميروني السابق أحمد حسن. نجم الفراعنة السابق وصاحب ثلاثة ألقاب إفريقية جاوب رئيس الاتحاد الكاميروني وصرح إلي المنتخب المصري باش يحافظ على صفة ملوك إفريقيا في كرة القدم باعتبارهم أصحاب الريادة والأرقام القياسية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات. أعلنت الكونفدرالية الإفريقية على حسابها الرسمي في تويتر في آخر ساعات البارح على تعديل في موعد مباراة الترتيبية اللي كانت من المفروض باش تلعب يوم الأحد على الساعة 17 بين بوركينا فاسو والمنازم بين مصر والكاميرون. القرار كان تقديم المباراة ب 24 ساعة باش تكون يوم السبت في ملعب أحمدو أهيجو في ياوندي. قرار كالعادة جاء متأخر وغير مفهوم ولقى برشا استغراب وقاعد يعكس في اللخبطة الكبيرة اللي تعيشها الكاف في هذه النسخة الاستثنائية من الكاف. دخلت الحكمة الرواندية موغان ساكا تاريخ التحكيم الافريقي من بابه الكبير بعد ما زفرت اول مباراة كحكمة في الكان اللي جمعت غينيا بزيمبابوي. الحكمة بعد ما توفقت في ادارتها للمباراة كانت فرحانة برشا وقالت في تصريح لقناة سكاي سبورتس اللي هي فخورة برشا بانجازها واللي هي بكيت وتاثرت بالفرحة الكبيرة ليها ولعائلتها بعد ما فتحت الباب لجيل كامل من الحكمات الافريقيات اللي باش يفكوا بلاصتهم ويزفروا في اهم المناسبات الرياضية الافريقية. ترشح لزيتالون للمربع الذهبي كان من أحلى الأخبار على محلات بيع المراول في بوركينا فاسو اللي شهدت إقبال غير مسبوق على اقتناء مراول المنتخب. بالمناسبة شهدت أسعار الزي الرسمي لبوركينا قفزة صاروخية ويوصل سوم المريول لـ 25 ألف سيافا وحتى لـ 35 ألف بعض المتاجر، أي ما يعادل أكثر من 150 دينار بفلوسنا. ورغم السعر الغالي إلا أنه عديد الموديلات شهدت إقبال كبير وخاصة المريول الأبيض المميز لبوركينا اللي انفذ من السوق بسرعة رهيبة وما عادش موجود بحكم الطلب العالي عليه. بعد مغادرة البطولة من ربع النهائي وإقصاء الجزائر، قام نائب رئيس الدولة توريدو أوبايونغ بتكريم لاعبي منتخب غينيا الاستوائية بالقصر الرئاسي ومنحهم الميدالية الفضية بعد المردود المتميز اللي قدموه في بطولة أمم أفريقيا، كيف ما تم رصد مكافأة مالية قدرها مليون دولار لكل اللاعبين والطاقم الفني تقديرا للإنجاز هذا.